مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز وأهم العناوين. رئيس الجمهورية في غانا لحضور القمة التنسيقية 6 للاتحاد الإفريقي. دورة تدريبية حول إعداد طلبات المنح لإدارة المشاريع المحلية في تجرة. الفريق الأولمبي يصل إلى فرنسا للمشاركة في أولمبياد باريس. أهلا بكم. وصل رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمرقي مساء يوم السبت إلى غانا للمشاركة في القمة 6 والقمة التنسيقية 6 للاتحاد الإفريقي. والهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو تزييد الاتحاد الإفريقي بجدول زمني محدد لإجراء تقييم حقيقي لحالة التقدم الذي أحرزته الجماعات الاقتصادية المتميزة في القارة فيما يتعلق بالأهداف المحددة، ولا سيما من حيث التكامل. وستتناول القمة حالة التكامل الإقليمي ومتابعة تنسيق سياسات الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية لتعزيز القدرة على الاندماج والتكامل. وتمثل هذه القمة فرصة لتشكيل ملاحظات عامة بشأن قدرة الدول الإفريقية والجماعات الإقليمية على الامتثال للآليات والصكوك القارية والإقليمية، بما في ذلك الآليات والصكوك القانونية والإدارية والاقتصادية والمالية. بالإضافة إلى مشاركته في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، سيعقد رئيس الجمهورية على هامش القمة لقاءات مع قادة دول المضيفة، لا سيما مع الرئيس الغاني السيد نانا أكوفو. تعزيز التعاون بين جيبوتي وإثيوبيا. في إطار تعزيز التعاون بين جيبوتي والجمهورية الفيدرالية الإثيوبية، عقد وزير التجارة والسياحة السيد محمد ورسما ديريا اجتماع عمل مع وزير التجارة والاندماج الإثيوبي الدكتور كاساهون غوفي. وناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد في باريس في أديس أبابا في 17 يوليو الجاري موضوعات عدة، منها مكافحة التهريب القات والتجارة عبر الحدود، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالقات. واغتنم وزير التجارة والسياحة هذه الفرصة لتهنئة نظيره الإثيوبي على تعيينه لهذا المنصب، ملفتا أن النقاط التي تم مناقشتها قد أسفرت منها قرارات مثمرة.
وفي ختام اللقاء توصل الطرفان إلى توافق في وجهات النظر حول مجمل المسائل التي تم تناولها. رقمنة البيانات تلعب دورا حيويا في تعزيز العملية التشغيلية للموانئ الجيبوتية، مما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. المزيد نتابع في هذا التقرير. يعتمد مستقبل الموانئ اليوم على الرقمنة في هذا المجال. تعمل موانئ جيبوتي في سبيل مواكبة هذا التطور في ظل وجود تحد كبير في عالم تحكمه قوانين التجارة الدولية وتكثيف تدفق الحركة البحرية على المدى الطويل، وتوفر الخدمات اللوجستية السريعة والفعالة والذكية في الوقت ذاته. من هذا المنظور أنشأت سلطة الموانئ منصة الرقمنة تعرف ب DPCS، أي نظام مجتمع ميناء جيبوتي. ويهدف هذا الكيان الجديد إلى تنسيق وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير والعبور في الموانئ الوطنية والمطارات والمراكز الاقتصادية الإقليمية. يتمثل الهدف من هذه الخطوة في إضفاء الطابع المادي على العملية الكاملة لسلسلة الخدمات اللوجستية، إذ توفر هذه المنصة بيئة غير ورقية لتقديم الإعلانات ما قبل الوصول والمغادرة، بالإضافة إلى التكامل مع أنظمة الموانئ والجمارك من أجل توفير كفاءة أكبر للعمليات. إن تنفيذ هذا البرنامج أحدث بالفعل ثورة في العديد من الإجراءات المتعلقة بسلسلة التوريد، فقد أصبحت الرقمنة ضماناً للشفافية والكفاءة والإنتاجية لمختلف الجهات الفاعلة في مجتمع الموانئ. لقد سهل هذا النظام الجديد الكثير من الأشياء، كما أتاح تحسين تدفقات البضائع للعملاء بصورة شفافية شاملة في رحلة شحناتهم عبر سلسلة التوريد. اليوم في عالم أصبح أكثر تنافسية مع القضايا الجيوسياسية التي تخلق تحديات جديدة لجميع الموانئ البحرية في العالم، اتخذت جيبوتي زمام المبادرة من خلال إنشاء نظام بيئي كامل حول هذا النظام الرقمي مع مختلف أصحاب المصلحة. في الواقع تجمع منصة أجهزة الكمبيوتر في جيبوتي جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك وكلاء الشحن وشركات المنطقة الحرة ومشغل الموانئ، بالإضافة إلى أولئك المتواجدين في الممر وسلطات الموانئ ووكالات الجمارك، شيئا لم يكن يتصور حتى قبل بضع سنوات. بالإضافة إلى ذلك توفر هذه المنصة بيئة غير ورقية لتقديم الإعلانات ما قبل الوصول والمغادرة، بالإضافة إلى التكامل مع أنظمة الموانئ والجمارك من أجل توفير كفاءة أكبر للعمليات. الآن مع نظام DPCS لا شك أن التقديم عبر الإنترنت يقلل من المواعيد النهائية وكذلك التكاليف، ويضمن الشفافية لجميع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد مع زيادة وضوح المستورد أو المصدر في المناطق غير ساحلية مثل إثيوبيا على سبيل المثال. منذ تنفيذ هذه المنصة بات ميناء الإلكترونية يسمح لوكلاء الشحن إنقاذ ما يصل إلى 5 ساعات وأكثر من مئات من الدولارات لكل معاملة. في السابق كان عليهم استئجار قاطرة للذهاب فعليا إلى المرفأ لتقديم هذه الوثائق إلى قبطان السفينة، ثم تخفيض التقديم والتحقق من وثائق وصول السفن من 24 ساعة إلى ساعة واحدة. يستغرق حجز خروج الحاويات وطباعة ممر البوابة أقل من 10 دقائق، مما يوفر 95% من الوقت. وقد سمح التكامل مع النظام الجمركي لوكالات الشحن باستخدام منصة واحدة لتقديم إعلانات موجزة تسمى البيان، وكذلك مذكرات التسليم الإلكترونية لأصحاب السلع. هذا توفير الوقت هو صفقة رابحة. لقد كان نظام إدارة السياسات العامة مفيدا لأنه ربط جميع أصحاب المصلحة المختلفين. اليوم لم نعد بحاجة إلى الذهاب إلى الميناء
لمعرفة ما إذا كانت البضائع قد وصلت والمتابعة. هنا نحن نحرص على كل شيء من مرحلة ما قبل الشحن، الجمارك، تأمين، تتبع، إلخ. بفضل هذا النظام نقدم بالتالي مزايا العرض الكامل لتجنب التجزئة في سلسلة الخدمات اللوجستية البحرية. في عالم يتحول إلى العولمة كل يوم، كانت الرغمنة شرطا أساسيا ليكون الميناء لاعبا رئيسيا، وقد قامت جيبوتي بتحديث نظامها حتى تتمكن من معالجة المزيد من المعلومات بسرعة أكبر، كما هو مسموح به اليوم بفضل أحدث الأدوات التكنولوجية، مما يتناسب مع العصر الراهن. احتضن مقر المجلس الإقليمي لتجورة دورة تدريبية حول إعداد طلبات المنح من خلال المناهج إدارة دورة المشاريع التحليلية والنهج الإطاري المنطقي. وشارك في هذه الدورة فضلا عن سلطات المنطقة مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين من منظمات المجتمع المدني والحكم المحلي. وتهدف هذه المبادرة التي تدعمها الرابطة الدولية لرؤساء البلديات الناطقين بالفرنسية والممول من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدرات قادة المنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية. وتقدم التدريب السيدة فاطمة كروم الخبيرة الرئيسية في مشروع. ويهدف التدريب أيضا إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتطوير طلبات المنح القوية ومقنعة، ويستفيد مشاركو الدورة من الدعم الفني والعملي الذي يسمح لهم باكتساب المهارات اللازمة لإقامة مشاريع مفيدة للمجتمع المحلي بأكمله، وتقع ضمن المحاور الاستراتيجية المحددة في خطة التنمية الإقليمية الوطنية. ويمثل هذا المشروع أي مشروع إعداد طلبات المنح من خلال مناهج إدارة دورة المشاريع التحليلية خطوة مهمة في تعزيز قدرات السلطات المحلية والمنظمات المجتمع المدني. وتأتي هذه المبادرة أيضا في إطار جهد مستمر لتعزيز ثقة الشركاء الدوليين وجذب المزيد من الإعانات والاستثمارات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا. منسق المشروع السيد علي رفا أوضح في كلمة له أن هذه الدورة تأتي في إطار تعزيز التنمية المحلية لمنطقة تجرة. إن الهدف من هذه الدورة هو تشجيع التعاون المشترك لتمكين التجمعات المحلية من مواجهة التحديات. وتتكون الدورة التأهيلية من 8 وحدات، ومن ضمنها التي نشارك فيها اليوم، وهي الوحدة الثانية المتعلقة بإقامة المشاريع التنمية المحلية. ويشارك في هذا المشروع المنسقون ومحاسبو المشروع الذين يقومون بتنفيذه من قبل المنظمات المحلية والمجتمع المحلي. وأود أن أشير إلى أهمية هذه المشاركة التي ستقود هذه الدورة التأهيلية إلى خلق بيئة ملائمة، حيث سيقوم الجميع بمساهمته. وأعرب عن امتناني للفريق الفني المكلف بالمشروع لمساهمة الفعالة، والذي جعل هذا المشروع يرى النور. وأتمنى لكم دورة مفيدة ومنتجة. من جهته رحب والي منطقة تجر سيد محمد حمد عباس بالجهات المشاركة في هذه الدورة التي تسعى إلى تعزيز التنمية المحلية لمنطقة تجر. وتهدف هذه المبادرة التي تدعمها الرابطة الدولية لرؤساء البلديات الناطقين بالفرنسية والممول من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدرات وكفاءة قادة المنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية لمنطقة تجرة. وفي سياق آخر، شهدت منطقة تجرة الرمزية تدشين أول مزرعة مائية في هضبة داي التابعة لإقليمها، حيث دشنها رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرقيلي
وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإيجاد حلول مستدامة لزيادة إنتاج الغذاء والوصول بالبلد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي. ويعتمد تشغيل هذا الهيكل على نظام زراعة النباتات الموجودة فوق سطح الأرض، والتي لا تتمتع فقط بميزة استخدام كميات أقل من المياه، ولكنها تقلل أيضا بشكل كبير من الاعتماد على جودة التربة والظروف المناخية. هذه المزرعة والتي تعد فعالة من حيث استخدام المياه قد أنتجت بالفعل مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه، ما في ذلك الطماطم والخيار والكوسة والفلفل الحلو وأيضا الفراولة والبطيخة وغيرها، فيما يقدر إنتاجها السنوي بأكثر من 102 طن سنويا. دفعة جديدة لمدينة علي سبيح. الحكومة الجيبوتية تقوم بتحديث البنى التحتية للطرق. أدركت الحكومة الجيبوتية تماما أن التنمية تمر عبر تطوير الطرق، وذلك من خلال تحديث البنى التحتية للطرق. وفي هذا السدد يظهر الانتهاء الأخير من أعمال إعادة تهيل الطريق الوطني رقم 5 وتحديدا قسم الدبدوب بللي في مدخل مدينة علي سبيح. هذه العزيمة بوضوح إنه إنجاز يمثل أكثر من مجرد مشروع، بل هو رمز لرؤية جريئة لمستقبل البلاد. يفتح الطريق المؤدي إلى منطقة علي سبيح، وتم تعبيده حديثا آفاقا اقتصادية واجتماعية جديدة للمنطقة، ويستفيد سكان عسجوك الذين كانوا يواجهون طرقا غير صالحة للسير سابقا والآن من سهولة الوصول، مما يسهل حياتهم اليومية ويحفز التجارة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا الطريق الاستراتيجي ممرا حيويا لمرور الشاحنات الإثيوبية التي تنقل البضائع، مما يعزز مكانة جيبوتي كمركز لوجستي رائد. وتتحقق رؤية الحكومة من خلال إجراءات ملموسة مفيدة لجميع المواطنين، إذ إن تحديث البنى التحتية للطرق كما يتضح من تعبيد الطريق المؤدي إلى علي سبيح هو دليل لا جدال فيه على الالتزام بالتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا. ولمنطقة علي سبيح، سيد عبد الملك محمد بانويتا أكد أن مشروع إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 5 يمثل خطوة حاسمة في تعزيز التنمية الاقتصادية للمنطقة، مشيرا إلى البنى التحتية الطرقية تلعب دورا حيويا ومحوريا في تعزيز الاندماج الاقتصادي بين الدول. دوليا، وصل الفريق الأولمبي للاجئين إلى باريس للمشاركة في ألعاب الأولمبية باريس 2024.
الفريق الأولمبي للاجئين وصل إلى مدينة بايو في مدينة نارموندي الفرنسية من أجل حضور لقاء ترحيبي وتدريبي لعدة أيام استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. وقررت اللجنة الأولمبية الدولية تشكيل فريق جديد هذا العام بعد النجاح الذي حققه الفريق الأولمبي للاجئين في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو وطوكيو. وسينضم أعضاء الفريق إلى ما يقرب من 10,000 رياضي سيتنافسون لمدة أسبوعين، وسيسعون إلى إرسال رسالة قوية وهي محاولة جعل اللاجئين في جميع أنحاء العالم يشعرون بالفخر. وفي هذا السدد قال هادي، وهو إيراني لاجئ في ألمانيا ويمارس رياضة تايكيتو، قال لدي مهمة، لا أريد أن أمثل نفسي فحسب في الألعاب الأولمبية، بل أكثر من 100 مليون شخص نازح فهم يرمون بمواقف صعبة حقها. تقدر قيمة قطاع الرعاية الصحية العالمية ب9 تريليون دولار، أي 11% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. يشهد هذا السوق الضخم تحولا بفضل التقدم في مجالي الروبوتات والذكاء الاصطناعي. الرعاية الصحية العالمية ب9 تريليون دولار، أي 11% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. يشهد هذا السوق الضخم تحولا بفضل التقدم في مجال روبوتات والذكاء الاصطناعي. وفي وقت نفسه تعمل مجموعة من التطبيقات المرضى الحديثة أيضا على تمكين الأفراد من التحكم في بياناتهم الصحية. وأجرت ديس إشانج حديثا مع متخصصين من مستشفى الأمان في قطر الذين اكتشفوا أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات تحسن رعاية المرضى إلى حد كبير ووفقا لتحليل المنتدى الاقتصادي العالمي تقدر قيمة السوق الرعاية الصحية العالمية ب9 تريليون دولار. ويشهد هذا القطاع نموا سريعا ويساهم حاليا بنسبة 11% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. منح صندوق النقد الدولي 71 مليون دولار لدولة نيجر لتعزيز التنمية المحلية لهذا البلد. اتفق صندوق النقد الدولي مع النيجر على تمديد المراجعات حتى ديسمبر المقبل لمنح السلطات في البلاد الوقت الكافي لتنفيذ بعض الإصلاحات الرئيسية ودعم جهود الضبط المالية العامة التي تعطلت لأسباب داخلية. وقال صندوق النقد في بيان له إنه أكمل الاستعراضين الرابع والخامس لبرنامج النيجر الاقتصادي والمالي المدعوم بترتيب التسهيل الانتمائي الموسع والاستعراض الأول بموجب ترتيب مرفق المرونة والاستدامة. وأعلن صندوق النقد الدولي أنه سيتم صرف 43 مليار فرنك إفريقي، أي 71 مليون دولار لفائدة النيجر. وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في النيجر في نهاية مهمته في البلاد وفي ختام لقائه بالوزير الأول النيجري ووزير الاقتصاد والمالية إنه جاء لتهنئة رئيس وزراء النيجر على الموافقة على المراجعتين الرابعة والخامسة لبرنامج التسهيل الانتمائي الممدد. وأضاف أنه تمت الموافقة على هذين البرنامجين من طرف المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي في 17 من يونيو الجاري، وبالتالي سيتم صرف 71 مليون دولار لفائدة النيجر، أي حوالي 43 مليار فرنك إفريقي. بهذا النبأ مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن إصغائي والمتابعة.